أقول الحاجة إلى العلم حاجة عظيمة، لكن الحاجة معه إلى الأدب حاجة أيضا عظيمة. ونسمع كثيرا من مشايخنا عن شيخهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء، تمثله ببيتين لشيخه محمد حنبل الشنقيطي، يقول فيهما: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب. لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. لأن الأدب هو ثمرة هذا العلم، أما المعلومة نفسها قد تكون جهلا لصاحبها إذا لم يتأدب فيها بالأدب اللائق به مع دينه ومع ربه ومع نفسه ومع الناس. نعم.